وما فيش احسن من الصراحه. وامشي عادل يحترع دوا فيك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. تفضل. عليه الصلاه والسلام. من يد من اعدمها. وانا كنت بقول ايه؟ امشي عادل يحترع دوك فيك. واللي تعرفوه مني عن نفسي احسن من اللي تعرفوه من بره. ده اصله مساله نسب. ما فيهاش مغش ولا اوانطه. الله. ودي عمايلك عروستنا؟ لا دي ماما. تسلم ايديكي. ما يجرش حاجه، تتعلميها منها. حكمنينا نفسها في الحلويات. عسل يا عسل. متشكره. هو انا كنت بقول ايه؟ انت جاي تخطب ولا جاي نفكرك باللي كنت هتقوله يا حاج سيد؟ عدم المؤاخذه، الواحد من كتر مشاكل الشغل ومن كتر العيال دماغه بقت مخوته. عيال؟ هو انت عندك عيال؟ عدم المؤاخذه، عندي 7 عيال نسوان كرنهم زي الخيط كده ورا بعض. تقولش كانوا داخلين لبعض السلع؟ وان شاء الله بقى على ذمتك دلوقتي كام ست؟ 2 يا ماما. لا لا لا، عدم المؤاخذة 3. ما انا رجعت واحدة اول امبارح لظروف عياها. مسألة انسانية لا اكتر. كمالة عدد يعني؟ يعني ايه كمالة عدد؟ انت عاملهم سبحة ولا عليك ورد بتتممه يا حاج سيد؟ لا 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 لا، مالي الباشمهندس عمر زعلان ليه؟ انا جرى ايه؟ هو انا غلطان لما اقول الحقيقة يا نينا؟ نينا نينا نينا، جرى ايه؟ انت راجل فاكر نفسك في الروضه؟ ده انت اللي يدور عليك يلاقيك اكبر من امه الله يرحمها. ليه بقى يا نينا؟ انت مواليد كام؟ وانت مالك؟ ازيك يا خالد؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي الصحه؟ اهلا وسهلا. ابراهيم غزال الشال، خالي الأولاد ومدير صالات كامل للبلياردو. أهلا وسهلا. أمال فين المحروس ابنك؟ محروس ابني مين؟ العريس. أنا العريس. حبيب خاله. أقسم بالله لو دخل قرار كلامك عن الجوازة دي لكم مدغدغ الأوضة على دماغك يا فاطمة. اهدى يا عمر، اهدى عشان خاطري، عشان خاطري يوطي صوتك. في يا بت؟ في ايه؟ ما تفهميني وأعمل لك عمل؟ وكل ده ليه؟ عشان الكلب اللي اسمه ريعو؟ يا عمر انا اللي هعيش معاه مش انت. وريعو ده خلاص صفحة واتقفلت من زمان. ابوس ايدك بقى يا عمر، ابوس ايدك خلصني. ماشي يا فاطمه، بس خليكي فاكره انت اللي هتحاسبي على المشاريب. انا خارج اعمل لك اللي نفسك فيه. وانتوا اتكلمتوا في موضوع الشبكه والمهر والحاجات دي ولا كنتوا مستنيين لما انا اجي؟ متهيألي الحاجات دي مش هتفرق مع الحاج سيد يا خال. الراجل شاري وداخل البيت من بابه. أنا قلت الباشمهندس وفاطنة، قصدي الآنسة فاطنة، تتقل بالذهب. شوفوا طلباتكم إيه وأنا سداد. خلاص طالما مفيش خلاف في المسألة دي يا حاج يبقى مبروك. الفاتحة. كلش الزغروطة اللي رنت من شوية دي تخص فاطمة والراجل العجوز الخرفان اللي لازم من عندهم يجرجر رجليه ده. لا دي صبرة ولانت بقى. انت بتتريق؟ انت عارف الراجل عمال تتريق عليه ونازل وخرفان مالته قد ايه؟ دي وقعت واقفة بلانيلة اللي واخد القرد على ماله اهو. مش عرفك بقى ان القرد ده بالذات مالته هتروح؟ الله، ده انت مركزة وبتدافعي وشايفاها املة بجد بقى. انا لا مركزة ولا بدافع، انت اللي شايفه قرد بيصدري وعمال تصغر من قيمته. خلاص ما صغر وقلل زي ما انا عايز، ولا هو كان من بقيه اهلي. جرابت لا تقف عاجل وتتكلمي عادل. انا لا هقف عوج ولا هتكلم عادل ولا هقف معاك من اصله. انا طالعه لامي. يلا اخويا سلام. ربنا يرزقك باللي يكفيك على فمك عشان تطلعي بسرعه لامك. بس هم ملهاش كتالوج صحيح. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. صدق الله العظيم. أنا عارفة إنك تدق ربنا،
بس انا عملت كل حاجه الدكتور طلبها مني، يبقى ليه بس؟ ليه؟ لو في ذلك حكم يا بنتي. يا رب قوي، انا خلاص ما بقتش قادره. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. ايه يا حبيبتي، عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله. هي زي الفل اهي، وهتفضل زي الفل طول عمرها ان شاء الله. يلا بقى انا سلم الورديه هنا عشان انا عندي ورديه تانية هناك في البيت. على فكره الدكتور قال انها ممكن تخرج النهارده وترجع البيت، لسه معدي عليه دلوقتي، بس بيشترط الراحه التامه. طيب ربنا يريح قلبك يا ولادي، يعني من بكره الورديه هتبقى في البيت. ده هيبقى احلى واقرب. يلا سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ربنا ما يحرمناش منك يا بابا. يا حبيبتي معلش انا اسف، انت عارفه ضغط الشغل عليا جامد قوي، واليومين دول بالذات لو ما كانش كده كنت ما فرقتكيش لحظه واحده، ما كناش تعبنا يا بابا. ربنا يقدرك يا حبيبي ويخليك ليا. ولا يحرمنيش منك ابدا. قادر يا كريم. ايه يا روح قلبي، انت هتشحتي عليا ولا ايه؟ يعني احنا اخواننا سيبنا الراجل ينزل كده من غير ما نأمن مستقبل البنت ونتكلم في الشبكه والمهر، خصوصا ان الراجل ده يعني سنه كبير وممكن يفيص مننا في اي لحظه. ما تقولي حاجه يا رؤية. والنبي تسيبوا رؤية في حالها، رؤية فيها اللي مكفيها. ما تتكلم يا حبيب خال، ومش انت الكبير؟ كبير ايه بقى يا خال؟ كبير هو اللي هنقرا الفاتحه برضه، مش بيع وشروه كامل، مش احنا يعني اللي هنوصل الحكايه ان احنا نبيع لحمنا ونعمل عليه مزاد. طالما في خطوبه وجواز يبقى في اتفاقات، ولا انا بدم في مالطا؟ ما تتكلمي يا فاطمه. تتكلم؟ تتكلم تقول ايه؟ اذا كانت هي اللي رايحه جايباه وجايه. الو، ازيك يا عمر؟ كل ده ما تسالش عليا؟ معلش لما اجي هبقى صالحك. المهم طمنيني، بابا وماما عاملين ايه؟ في جديد؟ ايه ده انت جاي؟ جاي امتى؟ قول لي بسرعه. مالك متسربعه كده؟ كل 24 ساعه اكون عندكم. المهم طمنيني، بابا عامل ايه؟ انا مش فاهم انتوا واجعين دماغكم على ايه؟ الراجل قالها وانتوا مركزتوش، هيتقلها بالدهب. يعني من البلدي كده مش هيدفعني ولا مليم، ده غير انه هيشيلها فوق دماغه. طمعانين في ايه تاني؟ طب وساره؟ ما عرفتش تعمل حاجه مع المحامي؟ طب قولي لي الشغل عامل ايه؟ خليك انت يا فاطمه، لا يكون الحاج سيد رجع في كلامه وعايز يتكلم في الشبكه والمهر والحاجات دي. السلام عليكم. الباشمهندس عمر موجود؟ عمر، عمر. ازيك يا جابر؟ عن اذنك يا خير. ازيك يا جابر؟ اتفضل. الله يخليك. مش هقدر. خير يا جابر؟ الحق مدام نهى.